أعزائي المشاهدين، أهلا ومرحبا بكم ونلتقيكم في حلقة جديدة من برنامجكم 10 سكايب حديث عراقي. قبل أيام وبعد أن تم يعني تعيين أو تنصيب إبراهيم مدرسي رئيسا جديدا لإيران، وكعادتهم كل قوى العملية السياسية سرا وعلنا ذهبوا متسللين أو بشكل علني إلى إيران، إلى طهران، لتهنئة إبراهيم مدرسي على منصبه الجديد في إيران. فالكل يدين بالولاء لإيران التي دمرت وتغولت في العراق ودمرته وأضعفته ووصلته إلى قاع الهاوية مع الأسف الشديد. في الذي يهمنا في هذا الحديث اليوم هو حديث فالح الفياض رئيس ما يسمى بهيئة الحشد الشعبي، الذي ذهب لتهنئة إبراهيم مدرسي على منصبه الجديد كرئيس لإيران. ويعني قال الفياض هناك يعني علينا الاستفادة، هكذا قال، علينا الاستفادة من تجربة الحرس الثوري الإيراني وتدريسه في العراق. ثم عاد وقال وهو يلتقي رئيس الحرس الثوري الإيراني حسين سلامي، قال نتطلع إلى خلق نموذج الحرس الثوري في العراق. الرئيس الإيراني إبراهيم مدرسي قال الفياض عندما التقى به أن الحشد الشعبي في العراق عنصر داعم لأمن واستقرار العراق، هكذا يتحدثون. إذن الخطة في الأساس، الخطة الإيرانية، هو تحويل هذه الميليشيات إلى حرس ثوري عراقي. هذا ما تحدثنا به وهذا ما تحدث به الكثير من يقرؤون الواقع جيدا في العراق من أول لحظة، من عام 2014، من تأسيس هذه الميليشيات تحت هذه العباءة، تحت هذه المظلة. الميليشيات مؤسسة كانت موجودة وتقتل وتنهب وتهجر وتذبح في العراق، لكن أن تنضم تحت هذه الخيمة التي تسمى أو هذا الغطاء الذي يسمى الحشد الشعبي، كان واضح أن هناك غرض آخر من هذا، وهو تأسيس الحرس الثوري العراقي. إيران تريد أن تشكل نفس التجربة في العراق. الحرس الثوري الإيراني هو من يحكم إيران، هو من يضع الرئيس في السلطة، من يضع رئيس الوزراء، من يضع البرلمان، من يحدث سياسات الدولة، من يحدث اقتصادها، من يحدث علاقاتها، وكل شيء الحرس الثوري. والجيش والقوى الأمنية هي مجرد تابع لهذا الحرس الثوري. يعني الحرس الثوري هو الأساس، فبالتالي هم يريدون أن يخلقوا حالة أيديولوجية، حالة عقائدية مثل ما يتحدثون، هي التي تحكم العراق بهذه الطريقة. يتحدثون عن تنوع عراقي وفكر عراقي وطوائف وما أعرف شنو مكونات، لكن هذا كل الحديث لا يعني شيئا. هذا كذب، هذا محاولة لتأطير هذا، يعني لزخرفة هذا الإطار الكاذب الذي صنع من مساعدة الأمريكية. بول بريمر صنع هذا العملية السياسية وهذه المحاصصات الطائفية الإثنية من البداية، وكانوا داعمين لها وكانت إيران داعمة لها، وهذه العملية السياسية طوال 18 سنة هي عين الخراب وأساس الخراب في العراق كله. وبالتالي أوصلت الحالة لأن يتحدث الفياض الآن عن تأسيس، محاولة لتأسيس الحرس الثوري العراقي. هذا يعني الإعلان الفوري والقوي عن أن الميليشيات هي الحاكم الأساسي والوحيد للعراق. أما أن تكون هناك قوى أمنية، قوى عسكرية، لا ما أعرف شنو، حكومة، كلها كذبة، كلها تابعة. في عام 2014 في البداية كانوا يدمجون الميليشيات بالجيش، بعد يعني عندما أسسوا ما يسمى بالجيش الجديد عام 2003 وبعدها، بعد أن حلوا الجيش العراق القديم، دمجوا الميليشيات بالجيش. في عام 2014 دمجوا بقايا الجيش بالميليشيات، فبالتالي هو جيش الميليشيات.
لا يستطيع أي قائد عسكري أن يتصرف بمعزل عن الميليشيات وبدون أوامر الميليشيات، والميليشيات هي الحاكم، وأصغر ميليشياوي في أي تنظيم ميليشياوي في أي جماعة عصابية يستطيع أن يحكم قوى عسكرية بكلمة واحدة. هذا واقع الحال. فبالتالي تأسيس الحرس الثوري العراقي عمليا ينظم به. لذلك قبل سنوات وقف العامري وقال الآن أقوى قوة في العراق، أقوى من أي جيش وأقوى من كل قوة، هي قوى الحرس، قوى الحشد الشعبي، واستعرضوا في الموصل بها واستعرضوا في بغداد وغيرها. هذا واقع الحال، يريدون أن يثبتوه. فبالتالي يريدون أن يحولوا حكم العراق إلى حكم أيديولوجيا عقائديا تابعا لإيران بهذه الطريقة. هذه لا أحد يتكلم، الدستور بإمرتهم، الاقتصاد بإمرتهم، السياسة بإمرتهم، كل الدولة، كل المنافذ، كل الحياة بإمرتهم. يعني حتى لا يخلصوا من هذه وجع الرأس، البعض يتهمهم ويقول إن الحكومة تقول كذا والمنافذ الحدودية بيد بعض الميليشيات ويجب أن نفتش. لا، لكي تكون المنافذ الحدودية والمطارات وكل الشركات وكل المصادر وكل النفط وكل، لا تهريب، النفط سيكون كله بأيديهم، العراق كله بأيديهم، تتحكم بهم السياسة الإيرانية كيفما تريد وكيفما تشاء. وبالتالي هذا هو النموذج الذي يريدون أن يصنعونه. لذلك ربما الحديث أيضا يجرنا على هذا المؤتمر مرة أخرى، المؤتمر الإقليمي الذي يعقد في العراق. هذا جاء في الوقت الذي هم يؤسسون لهذا الجيش العقائدي، الجيش التابع لإيران، ليحكم العراق بهذه الطريقة وليعادي كل القوى والأفكار الأخرى. فكيف يمكن لقوى إقليمية أن تؤمن وتأمن جوار هكذا قوى تريد أن تعبث، تريد أن تتمدد؟ لأنه أساس المشروع الإيراني ينطلق من العراق، القطار ينطلق من العراق باتجاه مناطق أخرى للتوسع. هذا واقع الحال، وهذا ما يريدونه في العراق، تجميع الميليشيات بهذه الطريقة هو الأساس الذي يسعون له من عام 2014، ربما قبل ذلك. إيران في ذهنها، في مخططها أن تفعل ذلك، وكانوا يتحدثون الكثير من قائد الحرس الثوري السابق، كان يتحدث عن تأسيس الحرس الثوري العراقي، نساعدكم في تأسيس حرس ثوري مشابه للحرس الإيراني. قاسم سليماني كان يسعى إلى ذلك، المهندس كان يعمل على ذلك. فبالتالي هذه ليست خطوة جديدة، لكن الإعلان عنها بدأ بهذه الوقاحة. الآن لا يخشون شيئا، لأن الأمور بدأت تكون بأيديهم، يعني شيئا فشيئا. الآن هم يسيطرون على كل شيء، ويتحدثون عن الذهاب إلى انتخابات مبكرة وكذبة كبيرة. كل هذه القوى في العملية السياسية محكومة بالميليشيات، محكومة بإرادة الميليشيات، محكومة ببندقية الميليشيات، البندقية المؤجرة لإيران، بندقية إيران في العراق. هذا واقع الحال، العراق مقبل على هكذا موضوع. هل سيقبل به الشعب العراقي؟ هل ستستمر هذه المأساة وهذه الكارثة؟ هل نكرر النموذج الإيراني البائس مرة أخرى نكرره في العراق بعد التغول الإيراني في العراق؟ العراق يستلب يوما بعد يوم، وليس للعراق إلا أهله، ليس له إلا شعبه، لكي ينهي هذه المهزلة، ينهي هذه الكارثة. أترككم بخير، وقت هذه الحلقة قد انتهى، ألتقيكم في حلقة أخرى. إلى ذلك الحين استودعكم الله، والسلام عليكم.